أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم إلى هذا الجزء الثاني من حوارنا الشيق، دعني أقول يعني، ولست في العادة ممن يرمون الورود هكا على المباشر على ضيفه، لكن سعيد جدا باستضافة جهاد حاج سالم. كنا نتحدث جهاد في الجزء الأول من الحوار عن عما سميته أنا بحالة الإحباط، وأنت يعني كان ردك قويا في رفض هذه الكلمة. هي تراجيديا اجتماعية، وذكرت بالفاعلية. وكنا قبل أن ننتقل للجزء الثاني تحدثت، أنا قلت لك الفاعلية أيضا تلك التي حملت شباب الأفواج إلى الجبال إلى حمل السلاح ضد الدولة وضد المجتمع. ما القصة في نهاية الأمر؟ هو الحقيقة أنه أنا لدي أولا مشكلة مع كلمة أفواج لأنه في تونس نوعا ما يجب أن للأسف لم تتح لنا المساحة جيدا حتى ننسب كيف كميا من هذا. يعني مثلا الرقم الرسمي الذي تقول عنه وزارة الداخلية هو 2900 بعض الشباب ممن حملوا السلاح. دعنا في أي موقع في أي ساحة، لكن الذين في الداخل أو في الخارج الذين احتشدوا ضمن هذا التيار، نعم يعني أكثر من ذلك، هذا أكيد احتشدوا على الأقل فكريا أو تنظيميا أو تعاطفا أو بالضبط أدبيات بمختلف الأشكال. كم وهنا حسب كميا لا يمكن أن نقيم ذلك، لكن الأكيد أنه هذا التيار كان له أثر، لأنه لم يكن له أثر لما كانت له كل هذه الأثار على تاريخ هذه البلاد. يعني هناك فترة من تاريخ هذه البلاد لا يمكن أن نرويها بعد 20 أو 30 سنة دون الحديث عن تيار سلفي جهادي في تونس. هذا واضح. لكن دعنا نعود قليلا بالتاريخ إلى الوراء، يعني إلى ما قبل 2011 إلى فترة الألفينات. أظن أنه الكثير من الأزمات التي نعيشها اليوم، وأظن أن الناس المطلعين على تلك الحقبة سياسيا واجتماعيا يدركون جيدا أن الكثير من جذور ما نعيشه اليوم من أزمة يعود إلى بداية الألفينات. بداية الألفينات تونس وقتها ربما بعض نحن نسينا صورة تونس بداية الألفينات، وقتها الحكم والنظام مازال في قوته في أوجه، خارج من فترة التسعينات اللي كانت فترة مهمة جدا بالنسبة لي، تقريبا كل الخصوم السياسية ممحوقة. يعني وقتها بذكر 2001 تقريبا كان أول احتجاج عملته معارضة تونسية في تونس في 2001، يعني نوعا ما النظام له قوة، مستويات نمو عالية، طبقة وسطى بصدد تعديل دستوري إلى ما آخره، وكان هناك شيء ما يعتمل في القاعة مرة أخرى. كان هناك نتذكر جيدا حديث الجربة 2002 نزار نوار حين فجر نفسه في معبد الغريبة. الناس لم تفهم ذلك الوقت، لم تفهم ما الذي حدث، من هو نزار نوار، ما هي الفكرة التي يحملها. هي من المفارقات جهات تلك الفترة تذكرها جيدا أن الرواية الرسمية كانت مركزة على ثلاثة كلمات، اسمها حادث سير أليم لإخفاء قصة الاعتداء الإرهابي. ولكن يبدو أنه عبقرية أجهزة البروباغندا حينها لم تكن تدري أن في هذه الكلمة عمق سوسيولوجي، لأنها بالفعل كانت حادث سير أليم تاريخيا. صح. تاريخي يعني لم نقرأها في بعضها التاريخي. صحيح. أنه سينشأ جيل بالضبط. يعني يفجر نفسه، يعني كيف فسر لي الحكاية دي خارج يعني لمن شنو الحكاية لمن يتقن فن التساؤل. نعم. تونس مجاورة للجزائر، تيرة العشرية السوداء. نعم. وجية تنشط تقريبا على الحدود التونسية. نعم. وتونس تقريبا لم تصر فيها أي حادثة. نعم. رغم أنه كان هناك إمكانية، كان هناك إمكانية أنه جزء من التيار الإسلامي التونسي، هذا كما كان يقوله البعض على الأقل، جزء من التيار الإسلامي التونسي كان يمكن أن تتطرف كما تتطرف جزء أن يذهب للعنف كما ذهب جزء من التيار الإسلامي الجزائري والمصري أو المصري. لم يحدث ذلك. السوري. وتونس تقريبا بخلاف حادثة استهدفت مركز حدودي وكانت من جهة الجزائر. لم يحدث شيء داخلي. هذه أول عملية داخلية، ونزار نوار كان مهاجر تونسي يعيش في فرنسا إلى مخير. هذا البروفيل سنراه لاحقا. في نفس الوقت كان هناك طارق معروفي في الخارج ينشط في بلجيكيا، له علاقات قبل المراجعات له علاقات بما سميت مجموعة ميلانو، ذهب إلى أفغانستان بعد ضيافة تونسيين في أفغانستان. تونسيين كانوا يسعون إلى تشكيل تنظيم ذو بعد محلي كما شكل غيرهم إخوانهم من الجزائر ومن مصر ومن بقية المناطق، دحمان وبوراوي اللي بالضبط من قتل أحمد شاه مسعود عشية 11 سبتمبر. نعم. انتحلوا شخصية صحفيين طبعاً. اللي اختلوا يعني كانت تلك عملية مؤثرة جدا يعني. نعم. يعني عشية غزو أفغانستان طبعا.
يعني مقتل قائد قوة الشمال في 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 افغانستان اللي كان ينقلب يقلب الله يوم 10 سبتمبر يعني 10 سبتمبر يعني كان هناك شابين تونسيين ومنهم من درس في الجامعه التونسيه يعني قبل ان يذهب الى بلجيكا يعني لم نلتقط الاشاره انذاك. اظن انه النظام التقط الاشاره وفهم ان هناك شيء ما بصدد التشكل في القاع مع عمليه سليمان 2006-2007. لماذا؟ لو نعود الى عمليه سليمان المشاركين او المتهمين بالمشاركه المباشره في العمليه لا يتجاوز عددهم 40. هناك الأسعد ساسي دخل من إيطاليا عن طريق الجزائر في علاقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت فيما بعد مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، يعني بقايا الجية التي رفضت التوجه المتشدد في جية. نسق مع أظن موريتاني أو الموريتاني موريتاني دخل معه قطعتي سلاح ونسق مع مجموعة داخل تونس من الطلب، أغلبهم كانوا طلب، تم الإمساك بهم، عتم على المعلومة، صار حديث طبعا في الكواليس في الناس في المجتمع تتحدث هناك شيء ما تبادل اطلاق نار في ضحية حمل تدي لسليمان، كان هناك حتى حديث عن انهم كانوا يحاولون تفجير مغازات كبيره وكذا. تم تضخيم العمليه نوعا ما، لكن مثلا هناك باحثه اسمها اليسون بارتشر نشرت في كتاب عنوانه هو تطرف شمال افريقيا راديكاليزيشن نورث افريكا سنه 2011، نشرت دراسه معمقه عن طريق الملفات القضائيه لمجموعه سليمان واثبتت انه معناتها امكانيتهم كانت هزيله جدا وكانوا هواة يعني حتى ان البعض منهم اراد تمويل هذه العمليه فلجأ الى سرقه هاتف جوال يعني من مواطن بالشارع يعني وكانوا طلبه الاغلبيه. لكن عمليه الصيد كما يسمى في اللغه الامنيه الواحد من تحت الصيد بالكركاره التي صارت يعني تقريبا 2000 تم سجنهم بتهم متعدده تحت عائله قانون الارهاب بعد ذلك. على الاقل لو تذكر العدد الذي ذكره تقرير جمعيه تونسيه المساجين السياسيين سنه 2007-2008 حول مساجين قانون الارهاب. يعني لماذا نظام جابها يعني كانت رد فعله على تلك العمليه بتلك القوه؟ لانه عندما بدا البحث في العمليه التقط الخيط انه هناك شيئا ما اكتشف قاعا يتشكل في المجتمع. هناك تيار بدأ ينشأ، تيار سلفي جهادي نشأته تعود إلى تلك الفترة. تلك الفترة كذلك فيها تحولات اجتماعية عميقة تجري في تونس. يعني نتذكر أنه بارابول الهوائيات دخلت إلى تونس بداية الألفينات، الإنترنت دخلت تونس بداية الألفينات. خطاب ديني جديد أيضا دخل. خطاب ديني جديد، حرب العراق. وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وخاصة معناتها الأثر الذي خلفته حرب العراق وغزو العراق على الوجدان التونسي. وقتا نتذكر يعني نشاهد المشاهد في القنوات العالمية دبابة أمريكية تفجر لا نعرف من يفجرها الفلوجة وواقعة هناك في تونس من كتب أشعار على الفلوجة الفيراس كان يغني عن الفلوجة في تونس. يعني كل هذا صنع شيئا ما، ذلك التيار بدأ ينشأ في تونس. نقطة التحول في تاريخ ذلك التيار، وهنا أتذكر أنه هناك أحد قدماء التيار السلفي الجهادي كان لي حوار معه فقال لي بن علي يعني من باب الطرفة قال لي بن علي لو كان يعلم الأمريكان ما الذي فعله لاختاروه. قلت له لماذا؟ قال لي لأنه دون بن علي ودون سياسة بن علي لم يكن لينشأ تيار جهادي في تونس. لماذا؟ كيف؟ عندما تأخذ أنت مجموعات متناثرة في البلاد بدأت تحمل تلك الأفكار، مجموعات من الشباب بعضهم جامعي بعضهم غير جامعي بعضهم في الأحياء الشعبية بعضهم في الأسواق الهميشية بعضهم في الفيراج. يعني تريد أن تقول يجمعهم في السجون؟ بالضبط، وتجمعهم يعني هي قصة تقليدية كلاسيكية يعني بالضبط. يعني ليس غباء بن علي فلتتهم الأمريكان بأنهم أغبياء حين جمعوا في كوبا يعني معظم قيادات من سينشئ تنظيم الدولة وعلى رسم في أبوك في تجمعهم مع سجناء مجموعة ميلانو تبعثهم مع ناس مقبوض عليهم كانوا في افغانستان الى ما خير وتضع الجميع في الجناح الخاص في الجناح الخاص في مكان واحد وكذلك لهم قدره على استقطاب مساجين الحق العام الى ما خير. ما الذي سيتشكل؟ تنظيم انصار الشريعه تشكل في تونس في ماي، الاعلان الرسمي عنه مؤتمره الاول كان في ماي 2011، هل انه يعني تنظيم سياسي سينشا في شهرين بعد الـ بعد الـ بعد العفو التشريعي العام؟ يعني القاعده التحتيه والفكره والشبكة التنظيمية جاهزة من قبل. يعني تعتقد أنها تشكلت في سجون بن علي؟ تشكلت في سجون بن علي فعلا. هذه نقطة لم نتوقف عنها لأنه لها ارتدادات اليوم، لأنه اليوم لا نعلم كثيرا عن السياسة السجنية كيف
ما هي الساحة الجهادية داخل السجن؟ كيف يفكر الجهاديون داخل السجن؟ لدينا تقريبا 2000 أو أكثر بقليل مسجونين تحت طائلة قانون الإرهاب اليوم في تونس، يعني أو موقوفين من خلال، لا نعلم كثير عنهم. نعم. كيف يفكرون، كيف يتفاعلون، ما رؤيتهم المجتمع للسياسة من خلال، تقريبا يذكرني هذا، يعطيني بعض اللمحات عن ما صار ما قبل. نعم. هذا أولا. ثاني، خروج التنظيم فيما بعد، بداية النشاط له في تونس، يعني فعلا هناك تحول بدأ يحدث في الحركة الجهادية، هو هذا التحول من أواسط الألفينات، وهو سينشأ عنه كثير من التطورات التي سنجدها اليوم، وربما نعود به إلى قبل حتى الألفينات، إلى التسعينات، إلى تقييم تجربة الجماعة الإسلامية المصالحة داخل التيار الجهادي العالمي. يعني من أهم هذه الكتابات التي يمكن نطلع عنها هذا الصدد، كتاب أبو مصعب السوري الذي يعتبر من كبار منظري للتيار الجهادي، اسمه شهادتي عن تجربة الجهاد في الجزائر. وبدأ أبو مصعب في ذلك الوقت يطرح هذه الفكرة، يقول الجهاد دون حاضنة شعبية ما هي قيمته، هذه فكرته، وقال أنه قضي على تجربة الجهاد في الجزائر عندما قضي على الحاضنة الشعبية. من ذلك الوقت بدأ التفكير داخل التيار الجهادي، كيف يمكن أن نبني حاضنة شعبية لكي نبني مشروعا ما مرتكزا في الأرض. في أفغانستان الوضعية مختلفة، هناك الإمارة الإسلامية المخيرية، لكن الوضعية في اليمن، الوضعية في مالي، الوضعية في الصومال، في العراق المخيرية، وبدأ خلاف زاد كذلك داخل التيار الجهادي، بينما يقولون بضرورة أن تتحقق هذه الحاضنة الشعبية، بضرورة أن ننغرس في الصراعات المحلية وكذا، ونعطيها بعد جديد، ونشكل تحالفات محلية مع التكوينات الاجتماعية من قبائل أو من مجتمعات محلية المخيرية، وضرورة لا أن تكون الأديولوجيا الأسبقية يعني في التعامل مع الناس. هذا مثلا كانت رؤية أبو مصعب الزرقاء وتنظيمه الأول، تنظيم القاعدة بين الدرافدين ومن ثم الدولة الإسلامية في العراق. يعني رؤيتهم كانت لا مخالفة، أنه ليس هناك ضرورة لكي نبني تحالفات كذا، يجب الدولة الإسلامية كذا، وسنرى ارتداداتهم بعد في سوريا. بدأ هناك أنصار الشريعة هو وليد للتحول الأديولوجي الجديد في القاعدة، في البحث عن الحاضنة، في البحث عن رؤية جديدة للتيار الجهادي. نعم. يعني أتذكر جيدا كلمة أيمن ضواهري يعني حول الثورات في تونس ومصر. نعم. وقال، وجه معناتها لأنصار القاعدة في تلك البلدان معناتها الكلمة، وقال لهم يجب أن تنغرسوا داخل الثورات، يجب هذه الفرصة أن تنغرسوا داخل المجتمع، لا تحملوا السلاح إن لم يكن لديكم ضرورة لذلك. وأنصار الشريعة ولدت من هذه الفكرة. نعم. لكن ولدت من فكرة أنه ضرورة بناء الحاضنة الشعبية للمشروع. نعم. وانطلق العمل. لماذا انجذب الشباب التونسي؟ خيمة الدعوية، اللحية الشعبية، العمل الخيري، كل ذلك. لما نعرف جهاديين من قبل ذلك الحزب الأحزاب يعني موجودين بخيمتهم كما الخيمات الحزبية بالضبط. اللي في شارع بورقيبة في 14 جنوية. لماذا انجذب الشباب قبل أن نعود إلى تقييم تجربة أنصار الشريعة؟ لماذا انجذب الشباب إلى أنصار الشريعة في ذلك الوقت؟ هو الحقيقة في البعض من الدراسات التي كتبتها حاولت أن أفسر ذلك. صحيح أنه يمكن نفسر بالعامل الاجتماعي الاقتصادي، نرى الجغرة يعني التطابق بين ما يسمى خريطة التهميش في تونس وخريطة الانجذاب إلى السلفية الجهادية أو إلى الراديكالية الجهادية الأخيرة، صحيح كل ذلك صحيح، لكن هناك عنصر مهم حتى أختصر يعني الحديث، عنصر مهم يعني تنبهت حتى صغيرة في مهم جدا في انجذاب الشباب إلى الراديكالية الجهادية، هو عنصر البحث عن الاعتراف الرمزي، هو العنصر البحث عن هذه الفاعلية. نعم، عن فاعلية بقى. عن فاعلية. يعني أتذكر جيدا أنه حضرت خيمة دعوية في منطقة في دوار هيشر بطحة الرياحي تسامة، كان فيها كمال زروق وهو داعي جهادي قتل في العراق في غارة أمريكية سنة 2016 أو 2017، فكان يخطف الشباب الحاضر فيقول لهم شباب الإسلام أنتم القادة، أنتم أبناء هذه الأمة، وأنتم من قال فيكم النبي يخرجون رجالا من المغرب يلبسون الصوف يفتحون جزيرة العرب وهي مسلمة. وهذا حديث من أحاديث المهدي لما خير، أنتم من سيشهدون المهدي، أنتم من سيشهدون المهدي. فأنا يعني في لحظة من اللحظات توقفت، شاهدت المشهد الذي حولي، يعني مارسيل موس كبار علماء اجتماع يقول لك، يقول يعني بعض التفاصيل التي قد تبدو تافهة في عملك الميداني قد تكون تتكثف فيها مبادئ، كل مبادئ الظاهرة التي تبحث تراجيديا غاديك، تراجيديا غاديك. فقلت يعني في لحظة هكي قلت يعني كيف لهؤلاء الشباب
أن يعتقدوا أنهم هم من قالوا فيهم النبي، قال فيهم النبي يخرجون رجالا من المغرب يلبسون الصوف، المشرق سيفتحون، المشرق سيفتحون جزيرة العرب. طبعا يعني كيف لهم أن يعتقدوا ذلك؟ وما دام قد اعتقدوا في ذلك فلهم حاجة للاعتقاد في ذلك. جهاد، مش نسألك السؤال المفصلي اللي حتى أنا شخصيا يؤرقني كثيرا، يعني في نهاية الأمر لماذا لم تنتج الديمقراطية خطابا يدغدغ التماس، يدغدغ قصة الاعتراف بالضبط مثل ما ينتج خطاب كمال زروق؟ يعني علاش السياسي الديمقراطي فهل في الـ في الـ في الـ في الحقل هذا الكلاسيكي ينتج خطاب بائس روتيني ضجر رتيب، معناها يبكي، معناها لا تكاد تلتفت إليه، وزروق ينتج هالصورة. بتبيع زروق استعارة هو وغيره من خطباء السلفية الجهادية المفوهين الذين إذا استمعتم إليه طبعا تقول أنا مش يمشي طر. علاش؟ لماذا فشل الديمقراطية في أنها تغري التماس بالنسبة للشبيبة؟ علاش ما فيش حماس حتى أولئك الذين يريدون ممارسة السياسة وحكيت عليهم من خلال الفيراج، من خلال مانيش مسامح، من خلال كذا، علاش ما لقيتهمش متحمسين في الأحزاب أن يكونوا على قوائم التشريعية، أن يخوضوا كذا، أن يخوضوا المؤسسات، أن يكونوا في البرلمان؟ لماذا؟ هو نحن بدأنا الحوار بالحديث عن الفاعلية، نعم، وحديث عن العاطفة، لماذا حديث عن الرغبة الجهادية، أي لماذا الجهادية درجة فعاليتها ياسر الرغبة في الاعتراف إلى ما يخريه به؟ هو هناك خاصية في الخطاب الجهادي وفي كل الخطابات التي تشبه، يعني في النهاية الخطاب الجهادي يشبه كثير من الخطابات السياسية الأخرى، نعم، يعني التي تدغد هذه أو تستثمر أو قادرة على حشد هذه الرغبة في الاعتراف، نعم، وهذه القوة على الرغبة في الاعتراف، لكن تتلق من جملة أكثر تأثير الجملة الدينية بالضبط. وفي النهاية كل السياسة عند هيجل معناتها، وكل الصراع البشري عند هيجل مبني على صراع اعتراف، حتى ما بين الدول اليوم طبعا. ترامب عندما يقول ميك أمريكا جريت أجين، نجعل أمريكا عظيمة، يدغدغ رغبة عند الاعتراف لدى الطبقات البيض الشعبية والوسطى في أمريكا، يرون أن أمريكا تراجعت قوتها طبعا في العالم كده. يعني هناك رغبة في الاعتراف، هناك خاصية، يعني بيير بورديو عالم اجتماع كبير أعظم عالم اجتماع في القرن العشرين، فله مفهوم صديقك انت عينته اعظم هو يبدو معجب برشا فيها طبعا يعني طبعا طبعا، على الاقل اخر من انجب نظريه اجتماعيه متكامله، نعم، بعده هو لم نرى الحقيقه. له مفهوم جميل، هو مفهوم ماخوذ من اللاهوت المسيحي، من العقيده المسيحيه، اسمه لا ترانس سبستانسياسيون، هي تحول جوهراني، تحول جوهراني عند المسيحيين في العقيده المسيحيه، وعندما هو كيف تحول الخبز والنبي، دم المسيح وجسده، الخبز والنبي ذا دم المسيح وجسده، نعم، يعني كيف قدره الاله على انه بكلمه يحول الاشياء، نعم، ويا ليت الشبيب يفقهون ان هذا النبيذ هو دم المسيح، يعني طبعا المزروبين عليه. يعني هناك جزء في السياسه، هناك جزء في السياسة هو هذا، قدرة على أنك تحول جواهر الأشياء، على أنك بكلمة، يعني مثلا عندما يقف خطيب أحد زعماء القرن العشرين أمام الناس ويقول لهم أيها الشعب، لو تسمع جمال عبد الناصر يقول، لو تسمع بورقيبة يقول، يعني بورقيبة كان يقول بوسيغ دانديفيديو، حولتهم أنا بخطابي إلى شعب. وفيه قد لا تلوم على شعوب عبد الناصر وبورقيبة الخارجين توا من تجارب أوروبا، أوروبا العقلية، أوروبا هيجل، الشعب ذهب بهم إلى حرب، يعني إلى الآن الفكر في أوروبا يحاول يفهم كيف قاد تلك الجموع إلى ترك، يعني وذهبوا إليه يعني فاغري الأفواه، يعني هناك لم يطرح أي أحد فيهم تساؤل حول مشروع الفيرر. بالضبط، جزء كبير من السياسة وقدرة تحويل الأشياء بالكلمات. اي باش بها الديمقراطيه الحاليه عاجزه عن ذلك؟ سياتيك بها لم تنتج سيدي، خليك من الفيرر. لا لا, لا بورقيبه يقرب نموذج ديمقراطيه من الشبيبه، ولا عبد الناصر، يعني انجد قاده مائعين. لماذا؟ سياتيك لذلك، وجزء كذلك معناتها مثلا عالم الانثروبولوجيا بيركلاستر عندما يكون في خطاب الانبياء ترقد جرثومه خطاب السلطه، هو لو نعكسها قليلا جزء من خطاب السياسه يشبه الانبياء، يشبهون السياسيين، يشبهون الانبياء وانبيائهم سياسيين في الجينة. ما هو نقطه التشابه؟ انه الانبياء يقولون نحن ننطق باسم المتعالي، متعالي ما، كلام ياتينا متعالي من الله. السياسيين يقولون ان الكلام ياتينا كذلك باسم مبادئ عليا، حقيقه الوطن، باسم مبادئ كبيره الوطن. في النهاية اليوم في الحقل السياسي التونسي
من يعطي قيمة للمبادئ الكبيرة ليس فقط في الكلمة بل كذلك في الفعل، للقصة الكبيرة، للسردية الكبيرة وللمبدأ الكبير. مناضلين كبار انتهت بهم الرحلة إلى أيضا إلى هناك مشهد، هناك مشهد ما نحبش نسمي لك يعني، هناك مشهد أنا رأيت بعض التعليقات عليه مؤخرا وكثر التعليق عليها. مشهد الرئيس قيس سعيد جالس جنبه الأستاذ راشد الغنوشي، جنبه رئيس الحكومة السابق سيد يوسف الشاهد، وكان قيس سعيد فتح الدستور قال لهم هذا ذاك الدرس، هذا ما يقوله الدستور انتهى. راق هذا المشهد للكثير من الناس، تجد التعليقات وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه هناك من وقف وقال هذا ما يقوله المبدأ، لنؤسس على المبدأ. هناك من نطق بشيء ما من المتعالي خارج عن الحسابات الرهينية داخل الحق. سيبك ربي، كيفاه رخيتلها التأويل هذايا؟ ليه فعليا لماذا راق إلى الناس؟ الناس هذا مشهد الناس، الغنوشي لن يروق له هذا التأويل أكثر من اللقطة نفسها. هذا أنا مدرك أن توا كل همه أن يأخذ بثأره من هذه اللقطة، فأضفت له هذا التأويل يا جهاد. هذا ما يرى الناس في النهاية. حتى الصراع في الحقل السياسي اليوم، هل البرلمان يكون هو عنصر السلطة؟ هل الرئاسة عنصر السلطة؟ من كذا؟ من تتركز كذا؟ هو صراع حول المبدأ المؤسس. نحن ما لم ندركه اليوم في تونس أن ما زلنا بعاد على الصراع حول الميزانية والتنمية والمؤشرات. ما زلنا في الصراع حول السردية المؤسسة، المبدأ المؤسس. المبدأ المؤسس في تونس اليوم للغد لم ينطق بعد. هناك منطوقات متناثرة ما زالت لم تتشكل في سردية منظومة لدولة جديدة، لمجتمع جديد. ما زلت انتظار ذلك أنت؟ الحقيقة ما زلت انتظار معركة الخير والشر؟ الحقيقة ليس الخير والشر، ليس صراع من خير والشر، لا أرى أنه صراع ما بين الخير والشر. معركة المبدأ. لكن يعني ما زلت تنتظر في السردية الكبرى أنت؟ معركة تشكيله. نحن بصدد اليوم تشكيله، بصدد تشكيل مبادئ كيف سنعيش مع بعضنا البعض. نعم. كيف سنتعامل مع بعضنا البعض؟ كيف يثبت ويتعاقد الناس داخل هذا المجتمع؟ اليوم لو تلاحظ من الذين نناقشه في تونس؟ نناقش من المرأة العزباء، الأم العزباء، إلى البرلمان والمحكمة الدستورية. في النهاية كلها نقاش على التعاقدات داخل المجتمع وبين الناس. المطلب في تونس هو هذا، ما هو التعاقد الجديد؟ التعاقد الجديد يعني مهم جدا لغالب، لكن الوقت حيز إن شاء الله بقدر ربي تكون عندنا مناسبة. نرجع عطفا على الموضوع السلفي، السلفي الجهاد. لماذا لماذا لم يجد من يجذب الشباب بترك القدرة؟ والآن ما القصة؟ هل ما قصة هذا الضمور؟ يعني باحث مثل جهاد حاج سالم يعني يقرأ في تطور ونشأة، النشأة إلى تطور حركة السلفية الجهادية في تونس. يعني الآن نحن في 2020 ضمور مقارنة بالموجة الأولى، الموجة العارمة، موجة حرب العراق والحرب في سوريا وغير ذلك إلى آخر العمليات هذه. يعني حتى على مستوى قدرة هذا الخطاب الآن يعني يكاد يفقد الألق، يعني حتى على مستوى ما نعرفش هل توافقني. صحيح. أنا ممكن أني مبتهج بالتقارير الرسمية التي تقول أننا انتصرنا وحققنا كذا، نجم توقف تقول لي لا، راه في الأحياء الشعبية وفي الهوامش وفي كذا، راه المسألة غير ذلك. الآن أعطيني الآن ما الذي يحصل؟ هل الضمور حقيقي؟ هل هو الحقيقة التيار الجهادي في العالم آخر من آخر الأشياء اللي شهدها حول تنظيم الدولة الإسلامية هو أنه منذ 2018 عملياته خارج العراق وسوريا أصبحت أكثر من كان داخل العراق وسوريا. عملياته اليوم في أفغانستان مهمة جدا، في الصومال، في جنوب الصحراء، يعني منطقة خاصة دلتا النيجر. يعني من أكثر المناطق تعيش وحافظ على ديناميكية بالضبط. يعني التيار الجهادي ينتشر وأصبح حتى ملتصق بصراعات محلية في تلك البلدان. شباب المجاهدين اليوم في الصومال يأخذون صراع خاص بالصومال ضد حكومة مقاديشو، ضد الهيمنة الأمريكية، وضد كينيا والمتدخلين اللاعبين الإفريقيين إلى آخره. بالنسبة لتونس يعني أعتقد أنه صار ضمور فعلي في قدرة التيار على الحشد، في قدرته على الجذب. لكن هناك احتمالات زادت داخل التيار أو ما بقي منه. أولا لا نعرف كما قلت لك الناس الذين في السجون، الجهاديين الذين اليوم في السجون ماذا يفكرون؟ كيف يرون تجربتهم؟
كيف يقيمون تجربتهم في النهاية؟ في النهاية الناس أدت بهم التجربة إلى السجن، كيف يرونها؟ هل يرون أنها تجربة فاشلة، تجربة ناجحة؟ هل ما زالت أفكارهم لها مصداقية ولها واجب في الواقع؟ تخلوا عنها أم لا؟ رجعوها، غيروها إلى مخير؟ لا نعرف ذلك، ولا يتاح الباب إلى الباحثين حتى يتحدثوا إليهم أو يعرفوا شيئا عن ذلك. هذا خطأ بالنسبة هذا خطأ كبير، لأنه في النهاية ما تعلمه حتى لو كان خطرا أفضل مما تجهله حتى لو كان خير. هذا أولا. ثانيا، هناك نزعة داخل التيار الجهادي التونسي بدأت تتشكل منذ 2013 و2014، وأظن هي مستقبل في كثير منها، هي مستقبل التيار الجهادي التونسي، ما سمي نوعا ما، ليس لنا له تسمية واضحة، لكن سمي بالتيار الحازمي نسبة لهذا الشيخ أحمد الحازمي، لكن لا أظن أنه تصح هذه التسمية، لكنه التيار الذي انشق عن الدولة الإسلامية وهو داخلها وتحت قيادة التونسيين. في 2014 قتلت الدولة الإسلامية كثير من قياداتها، على رأسهم تونسي اسمه أبو جعفر الحطاب، كان أمير لجنة شرعية لأنصار الشريعة في تونس. وهذا سيد له فكرة أساسية هي اسمها فكرة عدم العذر بالجهل في التكفير، بمعنى أنه كان هناك اختلاف، من ارتكب كبيرة وهو يجهل حكمها، ما هو حكمه؟ هل هو كافر أم يعذر بجهله؟ هناك من يقول يعذر بجهله تحت شروط، أبو جعفر الحطاب قال لي حتى عدم معذور لا وجود العذر بالجهل، وصار اختلاف كبير. وهذا الاختلاف ليس مجرد اختلاف فقهي، اختلاف في علاقة بالمجتمعات طبعا، لأنهم دخلوا في الإدارة اليومية لحياة بالضبط، البادية السورية، دخلوا البادية العراقية لما يخيري، والناس لديها نوع من الإسلام، أشكال مختلفة من الإسلام يخيري، اصطدموا مع تنظيم الدولة وإسلام تنظيم الدولة بين ظفرين، وقالوا كيف نتعامل معهم؟ هل نكفرهم؟ هل نعذرهم؟ ونربيهم؟ نغيرهم إلى ما يخيري؟ فأغلبية يعني كثير من التونسيين ذهبوا في هذا التيار، وله زاد علاش التونسيين مشيوا في التيار هذه في الدولة الإسلامية، له علاقتهم بموقعهم في الدولة الإسلامية، لهم يجدوا نفسهم في موقع تابع أمام جنسيات أخرى، العراقيين هم شوية بالضبط، العراقيين والجزراويين من الجزيرة العربية وإلى آخره. فأظن أنه حتى الكثير، حتى مثلا هدي أحمد في كتابه الذي تحدث معه شخصية محمد الفهم، هو ينتمي إلى هذا التيار، يحمل هذه الفكرة، لم يخرج عن داعش لأنه داعش تحترم حقوق الإنسان، خرج عنها لأسباب فقيل أنها تعذر بالجهل واقتنع بالمشاركة في الانتخابات التشريعية بالضبط، اعتبرها دولة جهمية وسجنت المؤمنين الذين لا يعذرون بالجهل ما يخيره. يعني أظن أنه مستقبل التيار الجهادي في تونس سيكون على هذا اليمين الأقصى. ربما هناك كذلك داخل السلفية الجهادية صارت تحولات، داخل السلفية التونسية صارت تحولات، من كثير من كانوا جهاديين وانحازوا إلى سلفية من نوع آخر جديدة، يا إما سلفية جديدة، يا إما وجدوا نفسهم في تيارات إسلامية جديدة بصدد التشكل. مثلا أظن أنه تيار كما تيار الكرامة استطاع أن يستقطب بعض الناس الذين كان لهم تاريخ جهادي، لكن اقتنعوا أن ذلك لن يفيد وأرادوا أن يندمجوا في المجتمع بطريقة جديدة. اقتنعوا بفكرة الديمقراطية لكن على أسس يروهما الصحيحة أخرى، لكن في النهاية اقتنعوا بالعمل المدني والسياسي وانخرطوا هناك. أظن أنه هذا شيء إيجابي، لكن الأهم هو أن نوثق هذا. عندنا مشكلة في أنه لا ندرس الأشياء، لا نتبعها، لا نوثقها. واضح جهاد، كان الحوار معك شيقا للأسف، غالب الوقت يدهمنا، فرصة قادمة نحاول أن نفصل فيها أكثر هذه المحاور وهذه الإشكالات. سعدت كثيرا باستضافتك أعزائي المشاهدين، أتمنى أيضا أنكم تقسمتم معنا هذه المتعة الفكرية في محاورتي، إذا كان فما فاعلية بالتاتر هو حب يأكدها طيلة الحوار، وجوده يعني وأداؤه في هذا الحوار يؤكد ذلك وأعترف لك به. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم، هذا برهام سايس، كامل فريق البرنامج المتحمس يعني للعودة يحيينكم ويقول لكم إلى اللقاء.